صباح الخير يا وائل، ازيك واخبارك ايه؟ من كل قلبي بهنيك على المجهود الرائع اللي انت بتعمله عندك في الجريده، وعلى الجريده الالكترونيه الجديده الديلي اللي انت عملتها. من اول ما قابلتك يا وائل، من قبل ما بتبتدي الجريده وكنا بنتكلم في حاجات بخصوص الجريده، وشفت اللي انت عملته فيها، بقول لك وقلت لك ان انت هيبقى ليك مستقبل كبير ومستقبل باهر، لان انت نازل باسلوب معين، بستايل معين، بشكل معين، بألوان معينة. انت فعلا فنان وصحفي واعلامي، وكلمة فنان دي تعني حاجات كتيرة جدا جدا لانك تستحقها. انت بتجري او ماشي بسرعة سريعة جدا، واحنا مش عارف مش ملاحقين عليك يا وائل نلحقك في اللي انت بتعمله، لكن انا مبسوط من اللي انت بتعمله وكلنا فرحانين بيك كجالية مصرية وجالية عربية هنا. بشوفك في كل المناسبات الوطنية ومناسبات الاحتفالية والمناسبات اللي بتقوم بيها الجالية هنا، وتملي حاطط نفسك في كل حتة، ودي حاجة كويسة جدا جدا. انت شاب طموح وعايز توصل لهدف معين، ومنساش البرومو اللي انت عملتولي في قناة لوجوس، حاجة فوق الخيال وحاجة روعة، لان فعلا انت انسان فنان. مرة تانية يا حبيبي بهنيك من كل قلبي، وخلتني يعني تاخد وقت من شغل، ان انا كل يوم قاعد اتفرج على الحاجات اللي انت بتنزلها كل يوم، فلو سمحت يعني خف علينا شوية عشان نقدر نشوف شغلنا وما نتابعكش كده كل شوية. لكن انا فعلا فخور بيك، وكلنا كجالية موجودة هنا فخورين باللي انت بتعمله، وربنا يوفقك وإلى مزيد من التقدم والازدهار، لان انت فعلا تستحق اكتر من هذا، لانك ما بتنامش وبتتعب، وانت عارف اما بتتعب وتجتهد في عملك ربنا بيديك وربنا بيقف معاك. اتمنى لك مستقبل باهر ان شاء الله، والى مور من التقدم والازدهار يا وائل، وربنا معاك. رافض صديق. كاريزما ديلي.com الخبر كل الخبر.